محافظ صلاح الدين يضع حجر الأساس لتطوير الطريق الرئيسي في يثرب، وسرايا السلام تلغي شرط الكفيل في سامراء. في صلاح الدين أسعار الدولار تحبس أنفاس السكان والجفاف يهجر الفلاحين، وأولياء الأمور يشكون المناهج الدراسية والقرطاسية. بميزان تجاري يقترب من 20 مليار دولار، السودان وبوتين يتفقان على حماية علاقات بغداد وموسكو من المتغيرات الإقليمية والدولية. واليكيتي يقلص مكتبه السياسي إلى الربع، وكردستان ترفض العودة القسرية للنازحين، والجبور يتحدث عن صراع دولي في سنجار.